حكومة العار، الحكومة الظالمة، حكومة القهر، حكومة قطر، الحكومة العميلة. الاسم علي العريض، لكن المهنة رفيق بالحاج قاسم. إذا تونس هذه اللي استشهدوا من أجل الناس باش نوصلوا للكرتوش والرش في بدنة أولادنا. والدليل أن حكومة وحزبها ما عندهم حتى خدمة، كان يوجهوا الاتهامات ويشتمون ويشوهون ويشهرون بالجبهة، ما عادش عندهم خدمة أخرى. لما يسبحوا مجموعة إجرامية تمارس الاغتيال السياسي وأجمعوا التوانسة الكل على ذلك، ما فيهم السيد لاجل الغنوشي في المدة الأولانية وحب يمشي عزي غير الأهالي رفضوه، بعد يوسف حاضم مظلومين حاسة لطفي نكذة، اي تولي فضيحة. يعني هذايا ضوء أخضر رسمي للاعتداء. شكون وراه؟ أنا في تقديري جناح في حركة النهضة. علاش انت بالذات؟ علاش؟ حسام بسيطة بسيطة. أولا لأني صوت عالي ضد الديكتاتورية وضد الفساد، ضد حكومة الالتفاف على الثورة، ضد النهضة وسياساتها.